يجوز لي شراء أشياء من ملابس وخلاف ذلك للأقارب والفقراء والمحتاجين من زكاة المال؟ الأصل أن تدفع زكاة المال من جنس المال، زكاة الدراهم تدفع من الدراهم، زكاة المواشي من المواشي، زكاة الثمار والحبوب منها، هذا هو الأصل. وإذا كان في دفع العروض عن النقود ودفع الحاجيات عن النقود مصلحة للفقير ولمستحق الزكاة فلا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا وجبت عليه زكاة نقود وأراد أن يدفع بدلها ثيابا أو طعاما أو ما يحتاجه الفقير في بيته فلا بأس بذلك إذا كان هذا أصلح للفقير، أو كان الفقير لا يحسن التصرف في الدراهم لو دفعت له وربما يضيعها ويريد صاحب الزكاة أن ينتفع بها فيشتري بها له حوائج يحتاجها من قوت أو ملابس فلا بأس بذلك، فيكون النظر إلى الأصلح للفقير. نعم.